أهلا بكم من جديد، وبالعودة إلى ملف ترامب وإصابته بكورونا وكيف أثر ذلك على الأسواق العالمية. تنضم إلينا من واشنطن المحاضرة في العلوم السياسية والباحثة في الشؤون الأمريكية والمشرق العربي دكتورة عبير الكايد. مساء الخير دكتورة عبير، وأهلا بك معنا في أخبار المملكة. إذا ما تحدثنا عن تأثر الأسواق بهذه الوتيرة المتسارعة على الأسواق العالمية بعد إصابة ترامب، على ماذا يدل ذلك؟ تحياتي لك وصباح الخير من واشنطن. أولا على الخوف الذي ينتاب الكثير وخصوصا وول ستريت، خصوصا أن الرئيس الأمريكي لأكثر من مرة أنكر وأسمى الفيروس منذ البداية أنها خدعة أو هوك، والآن نحن أمام حقيقة، ألا وهي إذا طبعا أثبتت أنها ليست دعاية، لأن هناك بعض الإشاعات تقول أنها دعاية للهروب وخوفا من هذه المناظرة، الذي فشل طبعا أن يثبت لمناصريه أنه رجل أعمال وأنه يعلم ماذا يقول إلى آخره، لكن هذا موضوع آخر. بالعودة للاقتصاد، هي ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي الذي تباهى به الرئيس الأمريكي لآخر لحظة حتى في يوم المناظرة. إذا نحن أمام أولا قلق سياسي، وربما يخلق أيضا أزمة دستورية بالنسبة للحزب الجمهوري والديمقراطي كلاهما. الآن نتحدث، هناك بعض الأخبار تقول ربما أيضا بايدن، جو بايدن المرشح الثاني للحزب الديمقراطي، قد يكون مصابا، وإذا هذا طبعا صحيحا أو هذه المعلومة دقيقة، فهنا تضطر المجمع الوطني للانتخابات النائبون عن الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح آخر، وربما يكون بيرني ساندرز. إذا الوضع كله مقلق، ليس فقط على الوضع على المستوى الاقتصادي، إنما أيضا الدستوري. طب حسب مراقبين وحسب ما يتم تداوله، من الممكن يعني أن تكون هذه الإصابة أو يعني بعد الإصابة من الممكن أن يكون ذلك سبب لربما من الهروب من المناظرات، ولكن إذا ما تحققت فعلا إصابة جو بايدن أيضا، فالسيناريوهات إلى أين تتجه في مسألة الانتخابات؟ في مسألة الانتخابات نحن لدينا ما يسمى بالإلكتورال كوليدج أو المجمع الانتخابي، وهنا نتحدث عن الذين يصوتون المسؤولون عن الحزب الديمقراطي. إذا اتضح بالفعل إصابة جو بايدن بالفيروس، سيتم انتخاب مرشحا آخر لأسباب صحية، وهذا في الدستور الأمريكي مسموح ويعمل به، فهناك فرصة كبيرة للمرشح الذي طبعا ستيب داون بيرني ساندرز، وهنا ستكون طبعا فاجعة بالنسبة للحزب الجمهوري لأنه يعتبرونه من الإكستريم ليفت أو من اليسار المتطرف. إذا نحن أمام بالفعل تغيرات شاملة، وقد هزت بالفعل البيت الأبيض منذ البارحة هذا الصباح. أشكر وجودك معنا دكتورة عبير الكايد الباحثة في الشؤون الأمريكية والمشرق العربي، شكرا لك.